اليوم 25 يناير، أعداد هائلة جدا من الجراد في مرتفعات السودة. ما شاهدت الحجم الهائل هذا، ما أدري لما وصلت المرتفعات بردت وكانت سبب للتجمع الهائل هذا. شيء عجيب، بسم الله، شيء عجيب عجيب جدا. طبع لونها احمر، جراد هذا لونه احمر، بعدين ضعيف الحركة، ضعيف جدا في الحركة. اشهد ان لا اله الا الله. اعتقد انها اصطدمت ببرودة الاجواء، انا جيت من المناطق الدافئة واصطدمت في المناطق الباردة، ما عاد قدرت حتى تطير.